تحت حروف الكوافي وفرق الانفعال فسر صيب المعاليك وحرك بلاها تحت حروف الكوافي وفرق الانفعال فسر صيب المعاليك وحرك بلاها استلم يا ولد عمي من السحر الحلال كاف عصي مثل الوضع في سيارة انت منشد حرب الاول ولا فيها جدا بدر يا بدر الفخامة تجزال القوافي مثل صب الدلال الوفا مردود هوال ظهر اجزالها من لسان الشعر اللي بعد جاله مجال دلته من دون ربعه دارت فنجالها دون ربعه يحكم القاف ويهل اجزاء البارود البخيرة وترك اشعالها شوق عيني الشعب في نمر وين السلاح صملة الوقفة تجسد شموخ حرب وعز حرب المطانيخ الرجال كل ما دارت رحاها يزيد بالها راية العلم المقدي كريمين السبال يفهدون انتنا خلقه عن تهرها عزوتي وعصابة الراس في يوم النساء طوحت حمر العمايم وطار عقالها يرجفون الارض فسعة وهيبة بعقدة بل وقوف جبالها ون مش احزارها حرب تقدح من طنا خاو هيبة واشتعال دون صيحة العزاوي تشوش الطرف حرب دولة عزمتها كرم في كل حال ضيفها يوقد نبها ويشرح بالها دون قاسر بالكبايل وكل اللي فعال الظفر من طيب والخير من خيالها لكن انضام الحقايق بعكس الاحتمال وانت حللها على الفور يا حلالها المراجل والثماضي وحب